إليكم. يقول اللي عنده سؤال يكتبوه ويرسل الأخ حتى يقرأه إن شاء الله. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف أو تقرأه في حال الحيض؟ هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، وهي: هل الحائض أن تمس المصحف وأن تقرأ المصحف وهي في حيضها؟ عندنا مسألتان: مسألة القراءة ومسألة المس. مسألة المس جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، سواء كانت حائضا أو كانت غير حائض لكنها غير متطهرة، فلا يمس القرآن أحد إلا وهو على وضوء، رجل كان أو امرأة. والوضوء لا ينفع الحائض، وبالتالي الحائض لا تمس المصحف. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ودليله ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، حيث جاء فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا هو الدليل الذي استدل به العلماء على أن القرآن لا يمسه إلا متطهر. وهذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في إسناده، إلا أن الحديث ثابت وقد تلقته الأمة بالقبول، حتى قال ابن عبد البر وهو من علماء الحديث ومن فقهاء المالكية إنه لا يحتاج إلى نظر إلى إسناده، لأن الأمة تلقته بالقبول، بناء على القاعدة أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول لا يحتاج إلى نظر في إسناده. وبالتالي لا يجوز لأحد أن يمس المصحف إلا وهو على وضوء. هذا حكم يتعلق بالمصاحف المعهودة. أما ما يتصل بالأجهزة الكفية التي فيها القرآن، أو الكمبيوترات التي تعرض القرآن، أو ما أشبه ذلك من الوسائل الحديثة، فهذه ليست مصاحف، وبالتالي لا يجب لمسها الطهارة. فإذا كان القرآن قد حمل في جهازك وقرأت منه، فلك أن تمسه من غير طهارة، لأنه هذا ليس مصحفا. وما تراه في الشاشة من القرآن لا يصيره قرآنا، هذا يشبه ما إذا جئت بالمصحف ووضعته أمام مرآة فانعكست صورته على المرآة. في هذه الحال لا تكون المرآة مصحفا، ولا تأخذ أحكام المصحف، بل هي مما يجوز مسها من غير طهارة، ولا يثبت لها أحكام المصحف في الصيانة والاحترام. لكن يجب أن يصان هذا الجهاز عن أن يرمى. فمثلا إذا كان القرآن فيه فلا يوطأ، لأن وطأه هو إهانة لما تضمنه من كلام الله عز وجل الظاهر على شاشته. وبالتالي لا يأخذ حكم المصحف، لكن يصان عن الابتذال ويحترم فيما إذا كانت صورة القرآن ظاهرة. إذن فيما يتعلق بالطهارة لا حرج في أن يقرأ الإنسان من هذه الأجهزة الكفية ولو لم يكن على وضوء. أما إذا كان يقرأ من مصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وبالتالي الحائض لا تقرأ القرآن من مصحف. أما قراءة الحائض للقرآن فجمهور العلماء يرون أن الحائض لا تقرأ القرآن، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليه. والعلة في هذا ما جاء في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. إلا أن هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء. وإذا كان ضعيفا فإنه لا يستند إليه في إثبات الحكم، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على نصوص صحيحة، وهذا النص ليس بصحيح كما ذكر ذلك المختصون من علماء الحديث. ولهذا لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت حكمه، ولا يفيد من على الحائض أن تقرأ المصحف. إذا لم يثبت هذا الحديث فمن أين تمنع الحائض؟ ما الدليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن؟ ليس ثمة دليل. وعليه فإنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن تعبدا، وأن تقرأ القرآن تعلما، وأن تقرأ القرآن حفظا ومراجعة،
كل هذا مما لا دليل على منعه. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، واختار ذلك الطبري والبخاري، الإمام البخاري، وهو قول في مذهب أحمد، واختاره جماعة من أهل العلم قديما وحديثا. فالراجح من قول العلماء أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لكنها لا تقرأه من المصحف إلا بحائل، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. هذا التفصيل والبيان في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وصلت إلى الحرم بعد الفجر، فكيف أتم الاعتكاف؟ وهل الاعتكاف صحيح مع جهلي بموعد الدخول إلى الحرم قبل الغروب؟ لا شيء عليك، تبقى في المسجد بقية الشهر وتكون بذلك معتكفا. وأما ما فاتك من ليلة 21 لأنك لا تعلم أنها داخلة في العشر فلا شيء عليك، أتم الله لك الأجر. وصيتي لك بالاجتهاد في الطاعة والإحسان، املأ وقتك بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة مع المسلمين في الفرائض وتكميل ما تستطيع من تدبر القرآن، فإن في ذلك خيرا عظيما. أسأل الله لي ولك القبول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصلي في الحرمين على أكثر من جنازة، هل الأجر قراط لكل جنازة أو أكثر؟ فضل الله واسع. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراط، فيكون له بالصلاة عليها قراط. والجنازة المقصود بها الميت، فإذا تعددت الجنائز بأن صلى في صلاة على أكثر من جنازة، هل تتعدد القراريط بتعدد المصلى عليهم؟ الذي يظهر والله أعلم نعم تتعدد، لأن هذا ليس أجرا على الصلاة ذاتها بل على الصلاة على الميت نفسه. فإذا تعدد الأموات الذين يصلي عليهم كان له بكل ميت قراطا، كان له بكل ميت قراط، وذاك فضل الله وعطاؤه. وقال بعض أهل العلم: بل هو قراط واحد في الصلاة كلها وإن تعددها الجنائز. لكن الذي يظهر والله أعلم أنها إذا تعددت الجنائز تعدد الأجر المرتب على الصلاة على الجنازة. نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين وأن يرزقنا وإياكم مسابقة في الخيرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الراتب التقاعدي عليه زكاة؟ وهل تحسب الزكاة لشهر واحد أم للسنة كلها؟ الراتب التقاعدي وهو ما تقتطعه الدولة توفيره في حال التقاعد، هذا لا زكاة فيه، لأن من شرط الزكاة الملك، تمام الملك، وما كان من هذا المال فإنه لا يتم ملكك عليه، لأن هذا مما يرفع لك فقد تستفيد منه وقد لا تستفيد منه، لأن الإنسان قد يموت قبل أن يستحقه، فيكون لأولاده، وما تعطيه الدولة للأولاد ليس مقابل ما أخذ منه، إنما هو نوع من الضمان والقيام بحق الميت على نحو من الاتفاق بين الدولة وبين الموظف. وبالتالي هذا المال، الخلاصة أن هذا المال لا تجب فيه الزكاة، سواء كان ذلك في وقت اقتطاعه أو بعد قبضه إذا استحق الإنسان التقاعد، لا يجب عليه زكاة ذلك المال. والدليل على عدم وجوب زكاة هذا المال أن من شرط وجوب الزكاة في المال إيش؟ تمام الملك. أن من شرط وجوب الزكاة في الأموال تمام الملك، والملك هنا غير تام، وإنما يكون الملك تاما على المال الذي في يدك ولك التصرف والانتفاع به على وجه مطلق، وهذا لا يصدق على هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زكاة المحل التجاري للدخل كامل أم للربح فقط بالشهر أم بالسنة؟ الزكاة تكون على ما دار عليه الحول من المال، سواء كان المال نقدا أو كان المال تجارة، فما كان من نقد احسب ما دار عليه الحول من هذا النقد وزكه،
أما إذا كان المال مدار في التجارة فأنت الآن عندك 100,000 ريال هذه تجب فيها الزكاة، اشتريت بها سلعا بعد شهر اشتريت بها سلعا للتجارة، تغير صفة المال من كونه نقدا إلى سلع لا يقطع الحول، وبالتالي هذه السلع إذا قمت ببيعها وتحولت إلى نقود لا تستأنف بها حولا جديدا، بل حولها حول أصل المال، وبالتالي أنت اليوم إذا كان زكاتك في واحد رمضان تحسب ولك مال نقد ومال تجارة تحسب كل مالك، تحسب كل الذي لك سواء كان في يدك أو كان ذلك سلعا في السوق، فتحسب هذا وذاك وتخرج زكاة الجميع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يوضع الكرسي للمصلي عليه؟ الصلاة على الكرسي الحقيقة يعني فيها من الإشكالات الشيء الكثير، من أكبر إشكالات الصلاة على الكرسي أنها أصبحت موضة، كثير من الناس يصلي على الكرسي من غير حاجة، تراه يمشي سليما ويجلس إذا حطوا الطعام جلس على الأرض، وتراه يقامز الجدران ما عنده مشكلة يعني نشيط، ومع ذلك إذا جاء للصلاة جاب الكرسي وحطه وجلس عليه، هذا لا تصح صلاته إن كان فرضا، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين. أما إذا كان نفلا فصلاة الجالس على نصف صلاة القائم، له أن يجلس على كرسي في صلاة النفل ولكن أجره على نصف صلاة القائم، لكن فيما يتعلق بالفرض وهنا الإشكال أن من الناس من يصلي جالسا أو لا يسجد، يصلي واقفا وإذا جاء السجود والركوع جلس على الكرسي من غير حاجة، هنا يقال له يا أخي لا تجوز هذه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم حط تحتها خطوط فإن لم تستطع مو بذا فإن لم تشتهي لا إن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجب على المؤمن أن يراعي هذا الترتيب. وكذلك فيما يتعلق بالركوع لا يجوز الإيماء، لأن الركوع له صفة وهو الانحناء من القائم، فإذا انحنى وهو جالس لم يأتي بما وجب عليه، وكذلك السجود بعضهم ينحني في سجوده وهو جالس على الكرسي من غير حاجة، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، فما الذي يجعلك لا تسجد على ما أمرك الله عز وجل بالسجود عليه؟ فيجب على المؤمن أن يتحرى في الأمر وألا يصير إلى الصلاة على الكرسي إلا في حال الضرورة وعدم القدرة والاستطاعة، أما أن هذا في الفرض، أما أن يصلي على الكرسي هكذا من غير سبب فلا يصح. وبخصوص صلاة النفل أيضا يجب أن يسجد إذا كان يستطيع السجود إلا أن يكون على راحلة، أما إذا كان على كرسي جالسا فإنه إذا جاء السجود يجب أن يسجد لأنه مأمور أن يسجد على 7 أعظم في سجوده سواء كان فرضا أو نفلا، وإنما أذن له في القعود وترك القيام تخفيفا له وطلبا لتكثير النافلة، لكن لا يعني هذا أن لا يأتي بما يجب عليه من السجود على 7 أعظم. هذا ما يتعلق بأصل إشكالية الصلاة على الكرسي. الأمر الثاني مما يقع فيه بعض الناس أنه إذا صلى على كرسي لا يعرف أين يقف فتجده متقدما على الصف، وهذا غلط، بل يجب عليه فيما إذا صلى على الكرسي إذا كان واقفا أن يحاذي الناس بقدميه، ثم إذا جلس يتقدم ويسحب الكرسي ويحاذي الناس بمؤخرته، لأن المصافة بالنسبة للجالس هي بالنظر إلى المؤخرة، أما بالنسبة للقائم فليست المحاذاة بالكرسي وهو قائم متقدم على الصف، بل يجب عليه أن يرجع ليستوي مع الصف حاذوا بين المناكب والأقدام. وقد صلى النبي في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فرجع فصف في مكانه فنظر فإذا رجل باد في الصف فالتفت إليه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسون صفوفكم
أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تأثير يا إخواني، تأثير عدم تسوية الصف لا يقتصر على من أخل بذلك، بل ينتقل إلى صلاة الجميع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ليس من تمام صلاة المصلي فقط، بل من تمام صلاة الجميع. ولذلك ينبغي أن نحرص على تسوية الصف والتعليم لمن ينشل. هذه بعض الإشكاليات المتعلقة بصلاة الناس على الكرسي، وهي ابتداء في استعمال الكرسي دون حاجة في الفرائض، وكذلك استعمال عدم السجود في حال كونه في نافلة، والثاني أن كثير من يستعمل الكراسي لا يحسن كيف يقف حال قيامه وكيف يستوي مع الصف حال جلوسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أحكام سلس البول؟ سلس البول هو من كان معه خارج لا ينقطع، أو خارج لا ينتظم في خروجه. إذا كان الإنسان معه ما يخرج منه دون انتظام، فهذا لا يعتبر ناقضا للوضوء، لأنه لا يمكن أن يتحكم به، ويسميه العلماء الحدث الدائم، يعني الحدث المستمر الذي لا ينقطع. فمن كان حدثه دائما لا ينقطع، فهذا لا ينقطع، لا ينتقض وضوءه بالخارج، تخفيف من رب العالمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به عن المستحاضة التي يخرج معها الدم في غير وقته. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلجم، أي تضع مكان الخارج ما يمنع انتشاره، ثم أمرها أن تصلي. وجاء في رواية البخاري أنه قال: وتوضأ لكل صلاة. والمقصود بتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب، على الراجح من قوله العلماء، لا على وجه الوجوب. وعلى هذا، من كان معه حدث دائم لا ينقطع، أو حدث غير منتظم ما يدري متى يخرج منه الناقض، فهذا لا ينظر إليه، إنما ولا يؤثر على صحة وضوئه، إنما يضع على موضع الخارج ما يمنع انتشاره ويتوضأ، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء، ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الدائم، هذا غير المستمر. فإذا كان عنده مثلا سلس بول، لا ينتقض وضوءه بخروج البول، إنما ينتقض وضوءه مثلا بالريح، بالنوم، بغير ذلك من النواقض، لكن هذا لا يعتبر بالنسبة له ناقضا، وهذا من تخفيف الله عز وجل. ويندب له، يستحب له أن يتوضأ عند كل صلاة، والمقصود عند كل صلاة أي عند كل وقت صلاة استحبابا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، لكن الراجح من قول العلماء أن الأمر هنا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. كيف؟ أي نعم، يقول الأخ: يجوز أن يصلي إماما؟ نعم، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، إلا المرأة فإنها تصح صلاتها لنفسها لكن لا تأم الرجال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام سواء في المصحف أو في الجوال؟ متابعة الإمام في القراءة إنما تكون بالإنصات. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا هو المطلوب، وهو الذي تحصل به رقة القلب وتأثره وانتفاعه بالقرآن. وحتى لو شرد ذهنك أعده، وحتى لو غشاك وسواس أو هجاس أو فكر، اقطعه وارجع إلى تدبر ما تسمعه من الآيات. أما الاشتغال بالمتابعة في المصحف فهذه للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الصلاة تبطل بالمتابعة بالمصحف لما فيها من الحركة التي لا يحتاج إليه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولقائل أن يقول إنه لا حركة، مثلا ممكن أثبت المصحف بلا حركة، لكن قالوا حركة العين في المتابعة هذه حركة تبطل بها الصلاة. والقول الثاني أن ذلك مكروه لما فيه من الاشتغال بتقليب الصفحات والنظر والمتابعة، حتى لو قال قائل إنه لا، أنا إذا تابعت بالمصحف يكون أكثر خشوعا، نقول له: لا تتابع بالمصحف، واجتهد في خشوع قلبك،
على هذا القول وهو الكراهة. وأما إذا كان وهذا وأما إذا كان هناك حاجة للمتابعة، كان يكون الإمام يحتاج من يفتح عليه فيما يمكن أن يذهل عنه أو ينساه، فلا بأس عند ذلك لوجود الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فالأولى بالإنسان ألا يتابع في المصحف ولا في الجوال، لأن ذلك سيشغله، إنما يتابع بالاستماع، لأن ذلك يحقق ما أمر الله تعالى به في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بول الهرة نجس؟ نعم، بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، في حديث أبي قتادة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا فيما لا يمكن الاحتراز منه، كما لو أنه أصغى لها فشربت من ماء فسؤرها ليس نجسا. أما ما يتعلق بنجاستها كبولها وروثها فهذا نجس، يجب التوقي منه وإزالته، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم فيما أعلم، لا خلاف بينهم في أن بول الهرة وروثها نجس، يجب أن يطهر منه المكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى أقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يدعه لي فرصة كما في الحرم؟ هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي: ما حال المأموم في قراءة الفاتحة إذا لم يترك الإمام وقتا لقراءتها؟ إذا كان الإمام يترك وقتا لقراءتها فذاك لا إشكال فيه، يقرأ في وقت سكوت الإمام، لأن المصلي لا يشرع له الصمت من غير ذكر أو إنصات، يعني ما في أحد يصلي كده وساكت، إما أن ينصت إلى القراءة وإما أن يشتغل بالذكر، فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. فإذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة، إذا لم يترك الإمام مجالا سواء كان ذلك في الفرض الجهري أو في النافلة، ماذا تصنع؟ هل تقرأ أو لا تقرأ؟ العلماء لهم في هذا قولان، في الجملة لهم قولان في قراءة المأموم للفاتحة حال قراءة إمامه، فذهب جمهور العلماء من الخلف ومن السلف والخلف إلى أنه تكفي قراءة الإمام عن أن يقرأ المأموم، فلا يجب عليه أن يقرأ بل يجب عليه أن ينصت، واستدلوا لذلك بعدة أدلة. أول ذلك قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والذي يقرأ الفاتحة حال قراءة إمامه هل حقق هذا؟ هل استمع وأنصت أم أنه قرأ وانشغل؟ الجواب أنه قرأ وانشغل ولم يحقق الإنصات والاستماع المأمور به في الآية، هذا واحد. الأمر الثاني الذي استدلوا به ما رواه البخاري، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، في بيان ما يجب على المأموم حال اهتمامه بالإمام. وجاء هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، فأمر بالإنصات لقراءته، وهذا مطابق لدلالة الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا القول كما ذكرت، نحن الآن القول الأول أن القراءة، أن ذكرنا القولين، القول الأول وأدلة، القول الأول هو أن قراءة الإمام تكفي عن المأموم، وهذا قول الجمهور، قراءة الإمام تكفي عن المأموم إذا لم يستطع أن يقرأ، في حال الجهرية إذا كان الإمام يقرأ
فلا يجب عليك أن تقرأ. وهذه أدلة وهذه هي الأدلة التي استدلوا بها. يشكل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لم تقرأ فيها بأم القرآن لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة. فالجواب عن هذا أن ذلك في حال التمكن من القراءة، وهذا له صورتان: السرية، والحال الثاني أن يترك الإمام فسحة للقراءة. أما إذا لم يترك فسحة للقراءة أو كانت جهرية فهنا أنت مأمور بالإنصات، وقراءة الإمام لك قراءة. وقد جاء هذا اللفظ في حديث جابر في مسند الإمام أحمد: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إلا أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه يستقيم مع دلالة الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإنصات للإمام. وقد جاء في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقرأ بعضهم القرآن، فلما فرغ من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأنازع القرآن. فدل ذلك، فانتهى الناس عن القراءة. الزهري يقول: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو في غير هذه الحال. إذا قرأ الإمام فأنت تنصت، قراءة الإمام لك، الإمام هو بيقرأ لنفسه، لو كان يقرأ لنفسه لم احتاج أن يرفع صوته ويشوش على الناس، لكان كل واحد يقرأ بمفرده، لكن هو يقرأ لمن خلفه ليستمع إليه وينصته. هذا ما عليه جماهير العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة ركن بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى على المأموم في حال جهل الإمام. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله اختاره بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، والذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب. فالذي أراه راجحاً أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حال قراءة إمامه، بل الواجب عليه أن يشتغل بالإنصات، لما تقدم من الأحاديث من الأدلة المتنوعة في الكتاب والسنة. وبهذا يندفع الحرج الذي يجده بعض الناس، لأن بعض الناس إذا قرأ الإمام الفاتحة بدأ يقرأ وقد يشوش عليه قراءة الإمام، فتجده يرفع صوته بالقراءة حتى يتمكن من القراءة ولا يشوش على الإمام، وفي هذه الحال سيشوش على من بجواره. ومثل هذا لا تأتي به الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تأتي بمثل هذا الشريعة، يعني أن يوجب علينا الإنصات وأن يوجب علينا القراءة. نعم، هذه مسألة أخرى، الجهر بالبسملة سيأتي إن شاء الله، تكتبها ونجاوب عليها إن شاء الله. لا لا، يعني من قال يا الأخ يسأل يقول: لو مال قلبي إلى القراءة حتى لو قرأ الإمام هل علي إثم؟ الجواب لا. من رأى وجوب القراءة فيجب الوزر في أن يترك القراءة وليس في أن يقرأ، لكن ينبغي له ألا يشوش على غيره. وأنا عندما ذكرت المسألة ذكرت الخلاف فيها والأقوال، والإنسان يأخذ بما يثق به وما يميل إليه قلبه. وقد عرضت عليكم الأدلة، والمسألة ما زالت خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، والراجح هو أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نية الاعتكاف تكون لفظية أم قلبية؟ لا، نية الاعتكاف كل النيات إنما هي في القلب، ليس ثمة نية يتكلم بها الإنسان، إنما الأعمال بالنيات،
والنيات محلها القلب وهو عزمه وقصده، فلا يحتاج إلى أن يقول اللهم إني نويت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان. ولا إن كان ممكن يقول له واحد تعال من أي ساعة وفي أي مكان وما اسم المسجد الذي تعتكف فيه حتى تكمل التبيئة النية وتتضح وتدخل في متاهة. النيات محلها القلب، ما يحتاج تقول الله جل في علاه هو الأعلم بكم وبما في قلوبكم وهو عليم بذات الصدور جل في علاه، فيكفي علم الله أنك أردت الاعتكاف وهذا كاف في حصول المطلوب. نترك لكم وقتا حتى تتهيأوا لصلاة القيام ونلتقيكم صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.